السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أعود إليكم بانطباع عن الحلقة رقم 9 من أنمي أول أوت، الأنمي الموسمي الرياضي الذي يتحدث عن رياضة الرجبي. كانت حلقة جميلة على العموم ومحمسة، هيا بنا لنحلل معطيات هذه الأخيرة. إذا تبدأ الحلقة باستبدال أحد اللاعبين وإدخال إيبومي، وهنا جيون يتحفز لأن المدرب لم يدخله ويعد نفسه بأنه سوف يعمل بجد أكثر وبأنه سوف يتحسن ويرقى بمستوى الفريق. إذا إيبومي يدخل بمعنوية جدالية، ونحن نعرف بأن هذا لاعب قدير ولاعب جد ماهر بخصوص رياضة الرجبي، يقوم بتدخلات وتسجيل أهداف وقيادة جينكو نحو استعادة التوازن في المباراة. إذن هنا ما زال المستشار لم يتزحزح عن رأيه ويشير إلى أن إيبومي فقط هو الذي يلعب، بأن المدرب أخبره بأنها لعبة عمل جماعي فذلك لم يتحقق بعد. إذن كما ترون تعابير لاعبي الفريق الخصم لم يرضون بماذا يحدثون، يريدون أيضا ردة الفعل الخاصة بهم وإبراز بأنهم ليسوا بفريق سوف يتزازح بمجرد دخول لاعب أو لاعبين إلى الفريق. إذن بالفعل يرد الفريق الخصم بتسجيل هدف آخر. وبعدما انتهى الشوط الأول كانت تعليمات المدرب هي كالتالي: اذهبوا وقوموا بسرقة تقنياتهم كما لو أن حياتكم على المحك. إذن بالفعل يبدأ الشوط الثاني بتصادم كل من الفريقين بعنف وبقوة. يظهر لنا هنا جدول النتائج، جينكو ما زالت متأخرة ب7 نقاط لحد الآن. سيكيزان يصاب بضربة في وجهه وينزف دما لكنه يخبرهم بأنه سوف يعود، وبالفعل فقط يتم تضميد الجراح ومسح الدماء ثم يعود إلى أرضية الملعب. لاعبو جينكو يلعبون بحماس وبتضامن اتحاد وتكامل كبير جدا، لدرجة أن المستشار بدأ يعترف بالأمر، وترون علامات الدهشة البادية على وجهه. وهنا نأخذ فلاش باك عن هذا الشخص لكي لا نلوم هذا الشخص، فقط هو ضحية لماضيه، وقد سأله المدرب قبل إن كان لديك أي ماضي بخصوص هذه الرياضة، فأخبره بأن هذا ليس من شأنك. وهنا يظهر لنا الكاتب القصة الخاصة بهذا الشخص. كان عندما تم إدخاله إلى المدرسة كان مشرف على رياضة الركبي، ولكنه لم يكن يعرف شيء عن رياضة الركبي، وعندما كان يذهب إلى الإدارة من أجل الاستفسار عن الأمر كانوا لا يعيرون أي اهتمام للرياضات وللأندية الخاصة بالمدارس. وهنا هو أيضا كان يشتري الكتب حتى يستطيع الفهم عن هذه الرياضة، وعندما كان يطلب من اللاعبين الخاص بالفريق أن يعطوه فقط حصص تعليمية بخصوص هذه الرياضة يحتقرونه ويخبرونه كيف لك أن تكون المستشار الخاص بهذا النادي وأنت لا تعرف شيء عن هذه الرياضة وليس لدينا الوقت حتى نعلمك القواعد. إذن وإن لاحظتم فبفضله مكتبة الفريق ممتلئة بالكتب الخاصة بالركبي، هي كانت كتب يشتريها هو لكي يفهم الكثير عن رياضة الركبي، لكن اتضح في الأمر أنه بعد ممارسة هذا الشيء يوما بعد يوم سنة بعد سنة في الأخير استسلم لأمر الواقع ولم يعيد يظهر الأمر أي اهتمام. لهذا هذا الشخص يبدو غير معير للاهتمام، لكنه شخص طيب في قلبه، وفقط الظروف التي مر بها في ماضيه هي من أجبرته على أن يصبح على حاله. إذن وهنا بعد تدخل من سيكيزان وركل أحد لاعبي الفريق الخاص من الكرة واصطدامها بالشباك، تسقط الكرة أمام المستشار وتنتهي حلقة اليوم. إذن على العموم كانت حلقة جميلة، اكتشفنا فيها حقيقة جديدة عن ماضي المستشار، وأنه ليس بالشخص الذي يكره رياضة الرجبي، لكن فقط الظروف التي مر بها طيلة السنين الماضية حولته إلى شخص غير مبالي وإلى شخص بارد نوعا ما. بالإضافة إلى هذا لدينا قضية جيون الذي يتحفز حاليا. إذن جيون سوف يقبل آجلا أم آجلا على تدريبات شاقة، كما هو الحال بالنسبة لتسكاموتو من أنيمي دايز، إذا كنتم تتابعونه فنفس الشيء سوف يحدث. جيون سوف يتحفز ويريد أن يتعلم الكثير عن رياضة الرجبي لكي يضع مكانا له بين أعضاء الفريق ويصبح لاعب محوري يعتمد عليه فريق جينكو.
يعني ثمار التدريب بدأت تظهر، الفريق بدأ يرتفع بالنسبة للقوة وأيضا بالنسبة لتكامل الفريق، وهذا شيء جد إيجابي. قد نرى قريبا ربما بداية بطولة المدارس أو تصفيات البطولة الوطنية، هناك سوف يزداد الحماس وتصبح الأمور أكثر مصيرية. قد نرى قبل ذلك ربما مخيم تدريبي مشترك بين فرق مختلف الفرق المدرسية، العديد من الاحتمالات واردة بالنسبة للأنميات الرياضية. إذا أترك لكم قضية الاختيار أو قضية التوقع بخصوص الأحداث القادمة، وهنا يتوقف فيديو اليوم. نلقاكم في انطباع أنمي مقبل أو مراجعة أسبوعية إن شاء الله، وإلى ذلك الحين دمتم سالمين.